السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر بالتوقف عن الاصطفاف ضد ليبيا، داعيا إياهم إلى تغيير مواقفهم والجلوس مع الحكومة الشرعية في البلاد. وأوضح السراج أنهم تابعوا بيانات من وصفهم بالقيادة السياسية في الشرق الليبي الداعية لوقف إطلاق النار وفتح حقول النفط، مؤكدا أنهم لم يروا أي تجاوب حقيقي من ميليشيات حفتر غير التصريحات العدائية واستمرار افتعال الخروقات لمبادرة وقف إطلاق النار. وأعرب عن تطلعه إلى أن تلعب الأمم المتحدة دورا جادا في إرساء مبادرة وقف إطلاق النار وأن تلزم الطرف الآخر بقبولها. قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري إن المحادثات بين تركيا وروسيا حول ليبيا توقفت بسبب رفض موسكو الانسحاب من ليبيا. وأوضح عماري زايد أن القادة الروس متمسكون بعدم الخروج من منطقة سرت والجفرة وأنهم مستمرون في دعم مرتزقة فاغنر المحتلين للأراضي الليبية، مضيفا أن هذا التعنت الروسي يهدف إلى فرض خط عازل بين الشرق والغرب الليبي وهو أمر في غاية الخطورة. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المصري أهمية الاستئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط مشترطا ألا يستعمل كورقة للضغط والابتزاز السياسي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المصري من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الخميس، ناقش خلاله آخر تطورات الحوار السياسي المنعقد في المغرب وسويسرا، حيث أكد المصري أيضا على حرص المجلس في المشاركة الفاعلة في جولات الحوار القادمة، مشددا أن تكون مسارات الحوار كاملة وليست متعارضة. ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط مع وزارة الخارجية لدى حكومة الوفاق مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان ومالطا وكيفية حلحلة هذا النزاع وديا بما يخدم مصلحة الدولة الليبية. الاجتماع الذي أقيم بمقر المؤسسة حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد سيالة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وبحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج. وأكد فيه الحاضرون أن الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية على أن تكون شفافة واقعية لترسيم الحدود بما لا يضر مصالح ليبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.